في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ذكرت معكم سببا مهما من أسباب تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا السبب هو أن تحيي قلبك عند قراءة القرآن وتدبر القرآن. كثير من الناس يسألني كيف أحيي قلبي مع القرآن، ما هي الأمور اللي تساعدني أن يصبح قلبي حي وحاضر عند قراءة كلام الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شيئا في القرآن إلا وبينه. آية عظيمة في القرآن تبين أن قربك من القرآن وتلاوتك القرآن بشكل يومي تجعل قلبك لين مطمئن. يقول ربي عز وجل في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أما آن الأوان، عتاب عظيم أن تخشع قلوبنا لذكر الله، أن نتدبر هذا القرآن العظيم ونعمل بهذا القرآن. ويقول ربي عز وجل: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أصبح بينهم وبين القرآن أمد بعيد، مدة طويلة، ولم يفتح المصحف، ولم يقرأ آية، ولم يتدبر آية، قال فقست قلوبهم. الآية الأخرى في سورة الزمر يقول ربي عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا كنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى في كل يوم وفي كل لحظة وأصبح القرآن هو الصاحب الحقيقي لك، قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نكمل الآية في سورة الحديد، يقول ربي عز وجل: وكثير منهم فاسقون. ثم قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الله سبحانه وتعالى قادر أن يحيي الأرض بعد موتها، كما إنه قادر عز وجل أن يحيي قلبك بقربك من كتاب الله عز وجل. فمن الأسباب المهمة اللي بإذن الله تحيي قلبك مع القرآن وتجعل قلبك حاضراً عندما تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى أن تكون قريباً من هذا القرآن، ولا تترك يوم حتى ولو قرأت آية واحدة. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. من أميز المدارس اللي زرتها في السنغال نظافة وترتيبا وإتقانا للحفظ هي مدرسة عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
تأسست هذه المدرسة تقريبا قبل 17 عاما، وأسس هذه المدرسة الحافظة حاجة بن جو، وهي من أول المدارس التي بدأت وتأسست لتحفيظ البنات فقط حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة هم يبيتون في هذه المدرسة ولا يخرجون منها إلا حفاظا لكتاب الله عز وجل. تعالوا معنا ولنظر إليه. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود، فاحرص على القرآن لا تبخل به. تجولت أنا والشيخ مرتضى مدير التحفيظ في هذه المدرسة، واطلعت على طالبات هذه المدرسة وكيف يحفظون القرآن فيها، فعلا رأيت أشياء جميلة. يسهلنا المراجعة اليومية ما شاء الله بصوره جماعيه، يعني طريقه جماعيه طريقه عجيبه للمراجعه، اول مره في حياتي اراها حقيقه. مراجعنا بطريقه غريبه وجميله جدا، اشرح لي هذه الطريقه. هذه الطريقه عباره عن الطالبه، كل طالبه تقرا ايه ثم الاخرى تقرا ايه الى ان ينتهي طيب ايش رايك نسكت الطالبات ونسمع هؤلاء فقط، نرى مع بعض كيف يراجعنا سورة قاف، وأنتم سترون هذا العجب العجاب ما شاء الله تبارك الرحمن. اقرأي بسورة قاف. سورة قاف 45 آية مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا طريقة عجيبة. أول ما بدأت قالت هذه سورة مكية، سورة قاف، وهي تحتوي على 45 آية، ثم بدأنا يقرأنا من هذه السورة كل واحدة آية، ثم تنتهي وتقرأ آية أخرى حتى يتقن كلام الله سبحانه وتعالى. من قلبنا بنحب القرآن، ربنا نور الحياة ماشيين عليه طول عمرنا. جنتنا آيات العظيمة منزلة، وبخدمته أعظم مكانة منزلة، حلقته بتخلي الملائكة تحفنا وإحنا معاه بيننا. جلست مع مدير هذه المدرسة ومدير الدراسة الشيخ علي جب، واطلعت معه على العمل الإداري في هذه المدرسة القرآنية وكيفية تدريس القرآن لمن أراد منكم أن يؤسس مدرسة قرآن. في السنة الأولى كان العدد لا يتجاوز 30 طالبة، لكن الآن وصل إلى أكثر من 1000 طالبة. ما شاء الله الآن 1000 طالبة في هذه الدار. نعم أكثر. ما شاء الله. الحمد لله. الطفل قد تمر بالروضة. نعم. دار الحضانة. نعم. وتمكث هناك 3 سنوات. نعم. ثم تتخرج وتلتحق بقسم التحفيظ. نعم. وفي قسم التحفيظ يمكن أن تمكث الطالبة 3 سنوات 4 تحفظ القرآن الكريم. تحفظ القرآن الكريم فلله الحمد. ما شاء الله. ثم تلتحق بقسم التعليم أيضا.
هناك قسم لتعليم اللغة العربية والفرنسية. نعم. ولا تلتهي بهذه المدرسة إلى الحافظات كذلك أيضا. نعم. وهي مدرسة نادرة في المجتمع أيضا. نعم. لا تلتهي بها إلا الحافظات. الله أكبر. لكتاب الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ولها إقبال كبير من المجتمع. هذه حلقة أمنا خديجة رضي الله عنها. هذه حلقة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أسماء جميلة جدا تسمى بالفصول لحافظات كلام الله سبحانه وتعالى. طيب عندما تختم القرآن، الطالبات الآن يختمن كلام القرآن الكريم كاملا، هل يكون لهم اختبار؟ نعم. كي تجيزونهم تعطونهم الشهادة؟ نعم، فيه اختبارات، أقول لا أقول نعم. اختبار لكن اختبارات. اولا الاختبار من الشيخ اولا يختبرها حتى يتاكد ان الطالبه حافظه. نعم. ثم هو يقدم الطالبه الى الاداره. نعم. والاداره تختار لجنه، هذه اللجنه تستمع الى الطالبه. نعم. بعد الاداره تنادي الاولياء، والاولياء ياتون، ثم الاداره يشكل لجنه ايضا، لجنه اخرى غير الذي شكل. نعم نعم، مع أولياء الأمور يشكلون لجنة أيضا. ما شاء الله. نعم، إذا كان الوالد يحفظ القرآن أو كذا هو يكون من اللجنة. نعم. وإذا لم يحفظ يختار أناس في الخارج ليس لهم علاقة بالمدرسة، يأتون ثم هم يمتحنون للطالب، يختبرون أبناءهم، يختبرونها مع لجنة المدرسة. أجلس حاليا في هذا المسجد اللي هو داخل المدرسة هذه مع أحد حافظات كلام الله سبحانه وتعالى، صغيرة في السن ولكنها تحفظ القرآن، اسمها رقية ما شاء الله. طبعا أنا ما أقدر أقابلها ولا أقدر أسألها عن أي شيء إلا القرآن، لأنها ما تعرف اللغة العربية أبدا، فكل اللقاء سوف يصبح اختبار من كلام الله سبحانه وتعالى. جاهزة رقية؟ ما تعرف اللغة العربية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء ذلك ما كنت منه تحيد. رقية يعني لم تكمل العاشرة من عمرها، ما شاء الله عمرها 9 سنوات، وتحفظ القرآن الكريم كاملا ولا تعرف من اللغة العربية، أكرر هذا الكلام، لا تعرف من اللغة العربية شيء أبدا، ولكنها تحفظ القرآن بهذه المخارج الجميلة وهذا الإتقان الجميل. الجميل في هذه المدرسة أن الطالبات لبسهم موحد، والأجمل أن خياطة هذا اللبس يتم في هذه المدرسة، حتى الفرش، فرش المبيت اللي ينامون عليه الطالبات يصنعون أيضا في هذه المدرسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم. ما قصة هذه والله اللحاف مشكلة المكان والظروف؟ نعم. والناس بحاجة إلى القرآن يتقدمون إلينا، نحن مضطرين يعني أن نجعل الحلقة نفس مكان الفراش، يعني مكان النوم. ما شاء الله. بعد النوم نجهز وندع الفراش هناك ثم نقرأ. متى يخرجون إلى بيوتهم؟ يخرجون إلى بيوتهم مرتين في السنة. مرتين فقط في السنة؟ نعم، الإجازة الفطرية والإجازة العيد، عيد الأضحى. في العيدين يعني فقط؟ في العيدين فقط. وإذا تم حفظ كل طالب، هناك حفلة سنوية
يقام أيضا كل سنة حفلة. نعم الدفن التي تتخرج كل سنة المدرسة تحتفل بهذه الدفن. نعم. في أواخر رمضان أيضا، والعدد كذلك غالبا ما تكون فوق 50 طالبة في كل عام كل سنة. نعم. تحفظ القرآن. يحفظ القرآن. عمرها تقريبا 10 سنوات. 10 سنوات إن شاء الله. عدد الحافظات منذ تأسيس هذه المدرسة إلى يوم هذا قد بلغ أكثر من 70 طالب. 70 طالبة. 700 700 ما شاء الله طالبة الحمد لله ما شاء الله. منذ أن أنشئت المدرسة إلى هذا الوقت. نعم. و700 طالبة ما شاء الله حفظت القرآن أكثر الكريم. أكثر من هذا. أكثر من 700. نعم. ما شاء الله. طبعا مثل ما نكرر عليكم أن أنا ما أقدر أسألها أي سؤال أنهم لا يعرفون اللغة العربية في السنغال، ولكن أختبرها في كلام الله سبحانه وتعالى وفي القرآن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أول ما دخلت هذا الفصل وجدت كلاما مكتوبا سورة العلق، ثم يوضح أن هذه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل جبريل عليه هي سورة العلق. هل أنتم تدرسون أصلا التفسير وتدبر القرآن لهؤلاء الطالبات؟ نعم، عندنا برنامج لتدريس العلوم الشرعية بصفة كاملة يعني. نعم. فيه الفقه والقرآن تدبر والسيرة كذلك والأخلاق. نعم. وهذا نخصه اليوم الأربعاء فقط. نعم. حقيقة هذا هو المطلوب ممن يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، وممن يدير أو يشرف على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتحفيظ كلام الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يحرص على هذا الأمر، وهو أمر التدبر، تدبر معاني الكلمات وتدبر معاني القرآن. حتى لو كان الطالب أو الطالبة يعني صغار سن، يجب علينا أن نعلمهم المعاني، لأن القرآن لم ينزل فقط للحفظ، وإنما نزل للتدبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك قال ليتدبروا آياته. فعلة نزول القرآن أنه للتدبر. كيف أنشئت؟ هي بجهود إنسانة حاجة حفظت القرآن فسخرت نفسها لخدمة القرآن. كثير من حافظات كتاب الله سبحانه وتعالى من يشاهدون الآن يحفظون القرآن الكريم كاملا، ولكن الجميل أن تبدأنا أنتن يا حافظات كتاب الله سبحانه وتعالى بتحفيظ أبنائكم وأبناء مجتمعكم وجيرانكم وأهلكم كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الخير العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وما أعظم أن تكونون خادمات لكتاب الله سبحانه وتعالى. أحباب في الجنة تحيتهم سلام، حفظ شرفهم كلام رب الأنام، بيرتلوا في الليل وأطراف النهار، يا رب تجعلهم مع السفر الكرام. أما قول الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فهذه يعظ كل مؤمن بها نفسه. يأتي الإنسان لمظلمة يريد أن يظلم بسلطان آتاه الله عز وجل إياه، فلما يصبح قاب قوسين أو أدنى من إمرار مظلمته يتذكر هذه الآية: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. هذه الآية مجرد باب، ليس فيها جوابا كاملا، هي باب لما بعده. ما الذي بعده؟ الله جل وعلا يتكلم عن الخليل إبراهيم وهو من أعظم العباد رفعة عند الله،
فيتوسل أن تكون الإمامة في الدين لذريته. فيقول قال ربي قال ومن ذريتي، أجابه رب العالمين قال لا ينال عهدي الظالمين. الباب الآن لم تخشع قلوبهم، جعل هذا الإنسان ما يظلم. كل أحد عاقل يرغب في الإمامة في الدين، لكن كما قال ابن خويزمنداد وغيره من العلماء، محال أن يصبح الإنسان إماما شرعيا في الدين يعظمه العباد ويتبعون رأيه وفيه خصلة من الظلم، لأن الله قال وقوله الحق لا ينال عهد الظالمين. الآن هذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، هي التي تخشع قلوبهم يجعلها الإنسان بوابة عظيمة تفتح له كل طريق. بمعنى يأتي إنسان عياذا بالله مع رفقة، غلبوه في اختيار الدولة فوافق، غلبوه في اختيار الفندق فوافق، حتى أصبح قريبا جدا من المعصية المعروفة من الفاحشة، لم يبقى بينه وبينه إلا أن يأتيها. فلو تذكر هذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قلنا هذه بوابة تسوقه إلى قول الله عز وجل مثلا في الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فتصبح آية الحديد فتحت له الباب فيخشع قلبه. وهذا هو الفيصل بين المؤمن والمنافق، هذا هو الفيصل بين المؤمن والمنافق. المؤمن ترده قوارع القرآن حتى لو قرب، والمنافق يعلم القرآن الذي يعلمه المؤمن لكنه لا ترده قوارع القرآن إذا قرب، لأن القرآن لم يكن بعد أصلا في قلبه، وإنما كان يقوله بلسانه ليحمي نفسه من تسلط السيف ويبقى عرضه سالما. لكن المؤمن لا يهمه السيف الذي على رقبته في الدنيا، يهمه لقاء الله في الآخرة، فإذا أهمه لقاء الله نجا حتى من السيف في الدنيا. والله يقول وكذلك ننجي عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتحذير القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان